لا تذكر إليزي وجانيت إلا وتتبادر للذهن صور المناظر السياحية الخلابة، لكن في المقابل يصطدم زوارها بنقص الهياكل الفندقية، فالفنادق هنا قليلة والخيارات ضئيلة. ولاية إليزي فيها نقص، يعني فيها نقص الفندقة، مما أثر يعني سرت على السياحة في هذه المنطقة. سرت المنطقة هذه راهي يجوها يعني سياح من كل ناحية، داخل الوطن ولا خارج الوطن يجيو. من أحسن يعني الدولة أنها تدعم هذه المشاريع في هذه المنطقة لإحياء السياحة. إليزي هي منطقة سياحية صح كبيرة واسعة، كاين بعض النقص اللي هو كما لي زوتيل كما المرافق. نقص الهياكل الفندقية يستلزم توسيع الاستثمار في هذا المجال. الأمر ليس هينا، لكن رغم ذلك هناك من قرر رفع التحدي لتجاوز هذه العقبات. عندنا فندق خلاه الوالد، ومن بعد نجزت أنا هذا الفندق، ومن بعد خممت نزيد نوسع النشاط نتاعي. طلبت فندق واحد آخر في إطار الاستثمار التمويل الخاص، ورانا برك مازال ناشطين في الميدان هذا نتاع الفندقة. رانا نستقبلوا في السواح ونحاولوا ديما نرضوا السواح ونحافظوا على الشيء اللي خلوه لنا الأجداد والوالدين. تشجيع الاستثمار في مجال الإيواء والفندقة السياحية في هذه المدينة السياحية لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية لجذب المزيد من السياح ومداخل إضافية.